الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولله شرفت لك وسعد هذا البرنامج كأن ولا شرفت أبرد بدنا إنك صباح الدكسي الخير أكوية لحافة هيز لندن الرنان دي ما عنده تاريخ صدح بشي لحاجة لبكم تمني سيدوت وحان ربائير أو نصيحة إن هل كان وصو جودية وما دين جودهان خاصة علماء دين شرفت له ودين تنسو قرزيزي إن ولله شرفت لي الله سبحانه وتعالى وحوله وجعل لكم من بيوتكم سكنا وريهنا إلهي وحنك قدك ملاك حسيشان وعبادة ستان وكدكتان عرورت إن كنا حشو إلهي سبحانه وتعالى كدك بيمك إليه ساز أو جيت قري قفك بين آدم كقري الآن من ولان كره ولما دينا شرفت لي أو جوكترون أنت قربها مريكن كا يوروبا إن أستراليا ملك سوي جوان وحندي لها وما دينا أنكبر أنكبرينه أنكوهجنه سيدي قري كقدر الله قربها هذا هو حلقة أبغى صدق صن أيام إيشان لجوجا إن دتك إن غريه أن لو بورين إينن أو رنانتي ليه دتك نقض نقشة إن رنانتي practical ما وحي وحال ربا إن practical تار رنانتي مرة إن إيشان إيماننا ما هين لكن هذا ورك يوكو إن إيش هو اللي ميدو اللو المدلي إن شاء الله تعالى عروت إن عرو يكون اللي دونان مركب محا حلقه حلقه وحوي برتاس ماشا ميل اما كم وق اما كم قنا والير مركب وحان ربا ولما دينا شرفت لي خاصه انا ما انت ان او ترغل رون انت كليب كان يركا ان امته خطبوين كو اخريان محاضرين كو لو اخريو ميل بلشو حكومه ده لغا شيغو اولي يراد ونمي هو انو ميشا وادكني غريا لغا غتو هيريه حل ديغو ولما دينا شرفت لي وحا سؤالك وما ذكرت لعك حقك كينا لعك رون انت وحا لغا كينيا een qofka bin aadamka ah ee oo waliba Soomaalida u badan saan ognahay waxaan badanaa aan guriga ka gadnaa ee mataqana Soomaaliya ee kilka shanaad ee Namibia ee mataqana Kenya ee Dubai ee guriga ka gadnaa marka ani waxa igu jirta umada hada ad-diin nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabi wa li rasuli wa li a'immati al-muslimina wa a'immatihim sama hadith kan bisan da inta umada loo sharxo loo sheego oo nasiixada diinta meel ka say soo galeysa ankay arurta هذا مستقبل كودا هذي ومدي لوشيغو أنا وحيلاتا وحبذا ما لقول يباني لها مركان حقين العقدة لقى كينيا ورقوريها انت عبدي سنوات مركورة مايشا دقن دا يقوري كتاقو مايشا مرايكا دقن دا يقوري كردسو مايشا استروليا دقن دا يقوري كردسو مايشا دقن دا متقانا ان يوروب دا يقوري كردسو العقدة كاش باسكو قدن كرتا ننكس وقيا يربد انا حاران تاي فأذنوا بحرب من الله ورسوله وآيات قرآن وقوطة لقف صومالي أم مسلم لو شيخ يما أنت ربا ذا مجرته لكن العقدة باب الله يا ما قري قريها كو قدتان مركا أمد صومالي علماء ذين أنا وحان آدي أتقوان لها ونو الشيخ لها فكرة دي دي أو قابن وحان قولي لها والأمد ها لقى جوجي قريتان كان ابن آدم وصعتمر أنا مع العثمان انت صوصنا ميشان دقنا ما يلغو مسعودي لكن ليه دي دواج عشا إنا كقور أديك الشيخ وكتابة أخرية أمد أي كدكتي أمد دين تسوق جارسي ومسائل لا أقول لسي واربطة إن أتكنقت لكن كما سعتي مش ودكنتها مركب معها حلوة حلكو حاوي ومدى ولمدى أنا الصبر شرفت الأيام الحلا يعني كلب كانوا وترق لي ومدى وإنا عند الجن ومدى وإنا ومدى كذب التكت ومدى وإنا ما تقانا وعين وجود بكير كرتها مال كذا أي سفي أنا واستعمال كرتها هذا وحن أركارون هانتي مال كني أدب لو إيريا أدب لو إيريا قبب ما تقانا كل وين وفي الله كرسي ما تقانا إن نيروبي أقول الروتيس المريكان هو هوملس يوروبتي هو هوملس ما تقانا قفقاس هذا لو يقليه وحوين بوتري لها ورون هانتي فكرة كم قد سومنا معيتري ما إن كم قد مدح ولا كوجنا فكرة كامقن مدح ولالك أي كوجرتها ولالك مركا الدين والنصيحة مركا ليه فكرة نبتة ذو كوجرتها إيه ما تقعنا هذا دل كان جون وحاجرة فاينانشل أديفايس هاجرة تطلعته أو حاجرة رون عندي ما تقعنا وانا بحيو ولما ده هنا وادت كوانا ذو أمد سيرة وادت كان دتك هاجوي وادت كان دتك ما تقعنا وانا جوهر كأي دتك أي جه هدي دتك نهان وماش عنك جور وادو قالة قف في جور ما يلني جور ميل دقيا أديك إلا حدو كوري ملي هوملس بانا أديك هوملس بات الشيخ خير الله كسيه عروتين مهملس هاي نخونيها هدان دان هالي قورو ماشان لقى قورو الله وادي كان كسو عراني نكسو عدين مع الاسمان هانا مركا عروتين مهملس هايسان وهانا عروتين مهملس هاي نخون دونا مركا ساس إيدا عني لما حبونا مركا حديث كاس نبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابي ولرسولي ولأمة المسلمين وعامتين أن أمد أشرحنا ذاتك قرية حق تينو وجعل لكم من بيوتكم سكنا آياتك الله سبحانه وتعالى خطبوين هلو آخري خطبوين كما تقعنا مركز خطبوين هلو آخري اتقوا الله
يعني رنانتي خد بدن انت قول لها لو قدرين يخد ما حب وا بغو ريس يقول يا ايها الذين امروا تقوا الله ايا بغو ريس ايدا او ريس دنب وتقوا عليك الله لكن ارمها بولشده قسي او براكتيكال امده كنوليين علمدين ما كهدا علمدين ما امده شيغا مركان كليب كان رنانت وحان نوغ تغل علمدين شرفت له اون خشمد وين وهي ودينتا نسو غارسي ودعودان ميشن غارسي او مسايده نودسي امده هيريدان كدغنو umada aan ma taqaan meel ugu ma socono dalalkan qubaha waa degnay ma taheeriidan ka dhigno laakiin mid kala garab socoto aruurti dalkan in laga kaxayo dalka lagay Soomaaliya oo ma taqaan meel ka sala geeyo diintooda la soo baro dhaqanka la soo baro adigii aniga oo kala ayagoon isbedelayeen dalka lagu soo ciliyo waa arin lafteed u baahan waa ay gelin ku runaanta dad u baahan ta wax yar oo runaanti oo waa ay gelinna waa tagi kartaa ma Facebook page oo Usmaan Abdullahi oo post share jiidiyo Usmaan Abdullahi oo post share jiidiyo aruurta aan ku wada tagi ta wixii markaan is leedahay bal ma taqanaani Usmaan ahaan Cabbar baan ka hadlay run ahaanti in maalin baan khudbad ka joogay arintan ayda ah in dad badan baa igu soo yaa dhawr arintan waligaa culuma ka hadlayso guriga talee ma aragay ama cash isticmaal dhaysa markina Usmaan waxaan hageed ma taqanaan run ahaanti ka keentay markaan shan nin baa hadda guriyooda soo gadoon sheegi kara shan nin ayaa guriga Nairobi ka soo gatay oo gurigooda meeshaan lana ka gadatay fiiri mar horeba qofka fikradda ka maqneed markaan walaalaha sharafta leh Soomaalida oo culumadeena sharafta leh kilibkan waxaan ugu talagalay culumadeena sharafta leh qurbaha joogto ummada waa inaan wacyi gelino ummada waa inaan heeriyada ka dhigno ummada waa inaan dhahno lacagtiina cashka idinku isticmaaliyo ribi balaayo gelin oo cashka in isticmaalad gadan kartaan maxaa kale oo ma taqaana saddex famil wiilka waxaan arkay wiil iyo ma taqaana iyo laba wiil dhe iyo aabahood oo in adeero shaqeynay full time shaqeynay 10 sano gudahood ay guri ka gadan karaan laakiin xagee guri ka dhisina dalkii bay ka dhisiyaan war dalka waa dalkii in guri waa laga dhisi karaa laakiin horta meesha aad deganta ka hormari gurigan gacanta ku dhig ka baadin arurtaada rarahan daarto gurigaada kiliis anke waa halka guri kiliis hadaa lagu soo diro oo guurtido lacag laanta ku soo ilinaysa ka reesatid marka umadeena sharafta leh culumada aan la hadlayo meeshan umadaan aan heeriyada ka dhigno war aan wacyi gelin khudbooyinka lagu akhriyo muhaadaroyinka lagu akhriyo ma taqaana bulshada meeshan waa dhalaga hallo markaan dad badan oo lacag la waxa jira aan kay aanan u baahneenba run ahaantii wax badan u baahneen oo cash ku gadan kara oo 10 sano inay aruuriyaan u baahneen laakiin waxyaalaha ay ka baqaan waxa kamid ah dad culumadii baa qaarkood ku dhahaysa meeshan waa xaaraan hadagina arintaas ayda marka waxa la rabaa wa dacwada ilaahay aan fidinno oo dalalkan aan ma taqaana waa degnay aan diinta ku fidinno anigaan Usmaan war wallahi inaan dugsigayda haddaa milyan waa lagu siinaa lidha maanta oon dhigo inaanan joojinaynin dugsigaas oo ma taqaan dadka ka dhaadhacsanaana war Yurubtan iyo Mareykankan diinta ma gaarsiin karnaa ee maxaan ugu tagaynaa culimo badan meeshaan dhahaysa ka noqonaysa oon rag badan oo garanaya meeshaan ka noqday caamadiyaad ugu tagaysaa marka culimadeena sharafta leh waa intaasaan ka codsanaya fadlan من دل على خير كفاعله ونبغي أن نصبنا صلى الله عليه وسلم يري ومدى خير كأن تصنع بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.